مهندس مصطفى قرني معانا. ازيك يا باشمهندس مصطفى؟ اخبار حضرتك يا فندم؟ بس ده انا فرحان بيك قوي. قول لي بقى يا باشمهندس، وبمنتهى التبسيط قدر الامكان، علشان احنا مش مخترعين، الابتكار او الاختراع بتاع حضرتك كان على ايه؟ انا هوضح بس لحضرتك ان الاختراع دي تاني جائزه دوليه اخدها، خدت ميداليه برونزيه في كوريا الجنوبيه السنه اللي فاتت، ودي الجائزه رقم 30 ليا في مجال الهندسه والابتكارات على مستوى العالم باسم مصر. حلو، ايه بقى الابتكار ده؟ الابتكار هو عباره عن وحده للطاقه الكهرومغناطيسيه. يعني ايه طاقه كهرومغناطيسيه؟ يعني زي الطاقه المغناطيسيه بس جمع بين المغناطيس وبين الكهرباء. انا بستخدم فيها طاقه طبيعيه متجدده زي الطاقه الضوئيه، بحول الطاقه الضوئيه لطاقه كهرومغناطيسيه، وبعدين بحولها لطاقه حركيه. يعني ايه طاقه حركيه؟ يعني قدره الموتور ان هو يتحرك بشكل مستمر. لانه لو طالما نجحت في تحويل الطاقه الضوئيه الى طاقه كهرومغناطيسيه، هتقدر تخلق حقل ما، وبالتالي ينتج منه مجال حركي. بالظبط كده، وطالما تولد مجال حركي اقدر استخدمه في مجالات متعدده، ممكن استخدمه كموتور بس، او ممكن استخدمه ان انا اولد كهرباء. طب اول سؤال، فبالتالي هو ازاي؟ فبالتالي انا عندي دلوقتي مصدر طبيعي للطاقه بيتحول لكهرباء من غير بقى ما استخدم وقود او استخدم اي حاجه غير طبيعيه. من الضوء؟ من الضوء، يعني اي نوع من الضوء، مش لازم ضوء الشمس فقط، يعني ضوء طبيعي او ضوء غير طبيعي، اي ضوء. بالظبط كده، بالظبط كده، طبيعي كان او اصطناعي. بالظبط كده، بالاضافه لان انا ما بحتاجش ادي للجهاز بتاعي ضوء مستمر، انا بديله بلصات ضوء فقط على حسب عدد اللفات اللي انا عايز الموتور يلفها، بديله البلصات دي على اساسها، فبالتالي بوفر كمان في الطاقه اللي انا بستخدمها عشان اشغل الموتور بتاعي. ليه كده؟ لان الطاقه الضوئيه حضرتك عارف ان هي مش متوفره اليوم كله، هي متوفره جزء من اليوم، وبالليل ما بتبقاش متوفره، فعشان ما استهلكش طاقه ضوئيه صناعيه كبيره جدا، الجهاز بتاعي بياخد بلصات دي كل فتره زمنيه، فبالتالي انا بوفر الطاقه اللي انا بدخلها له، وبيوصل عدد اللفات بتاعتي ل 5000 لفه، ودي سرعه عاليه جدا، والسرعه دي اقدر استخدمها في توليد طاقه عاليه سواء حركيه او طاقه كهربائيه. يعني اقدر اولد منها طاقه كهربائيه اشغل بيها محطات مثلا علشان اناره مدن او قرى، او يعني على حسب السكيل ولا ايه؟ بالظبط كده، بالظبط كده، وممكن اعمل منه موتور، الموتور ده من اول موتور المروحه لحد موتور الطياره. ده زي ما بيتقال بريك ثرو، ده مش هزار. بالظبط كده، هو يعني انا عايز اقول لحضرتك انا اشتغلت على المشروع ده حوالي 5 سنين، وعملت اكتر من 350 تجربه لحد ما اوصل وبطور. يعني السنه اللي فاتت لما شاركت في مسابقه في كوريا الجنوبيه كان السيستم محتاج تطوير، قدرت ان انا اطوره، وحاليا كمان انا بحاول ادخل فيه جزئيه الذكاء الاصطناعي بحيث ان هو يبقى اوتوميشن تماما، يشتغل من غير تدخل ايدي بشريه. طيب معلش انا هتقل عليك، الموضوع بالنسبه لي شيق جدا كمان. يعني هو النوع ده او الاختراع ده او هذا الابتكار باعتباره ابتكارا تطبيقيا، فعلى المستوى الاقتصادي هو قابل الى انه يتحول الى انتاج اقتصادي للطاقة ولا لا؟ قابل جدا وموفر. يعني بعد المقارنات والتجارب اللي عملناها، لو استخدمنا خلية شمسية عادية فقط في مقابل الجهاز بتاعي، هنلاقي ان الجهاز بتاعي بيولد بنسبه تتعدى 30% فوق اللي بيولدها الخليه الشمسيه، ولو قارناه بالتوربينات الرياح هنلاقيه ان هو بيولد 45% نسبه اعلى من اللي بيولدها توربينات الرياح العاديه. وده اختراع بتاع حضرتك بتاع مصر، والسلام عليكم. باسم مصر، وحصل على جائزتين دوليتين باسم مصر. ايه ده؟ طيب هل تكلفته عاليه بالمقارنه بحجم الانتاج بتاعه الطاقه بتاعته؟ التكلفه بتاعته بسيطه لان انا بستخدم مواد طبيعيه متوفره، مش محتاجه حتى استيراد من بره،
فبالتالي التكلفه بتاعته بتوفر كتير، سواء في الجمارك او في النقل او في الضرائب، فبالتالي بيبقى التكلفه بتاعته بسيطه جدا مقارنه بالاجهزه، غير ان هو موفر. يعني لو بقارنه بالخلايا الشمسيه، الخلايا الشمسيه بتحتاج معاها ملحقات زي انفرتر، زي بطاريات، صح، زي واير. الجهاز بتاعي ما بيحتاجش الحاجات دي كلها، فبالتالي بيوفر في التكلفه. وكذلك توربينات الرياح تكلفه انشائها بتكون عاليه جدا، فانا الجهاز بتاعي برضو ما بيحتاجش الكلام ده. الجهاز بتاعي ميزته ان هو بيجمع بين مميزات الطاقه الطبيعيه ومميزات الطاقه الصناعيه، وبيلغي العيوب في كل المجالين. طيب معلش، بص انا بسال اسئله عارف ان مش كل المذيعين هيسالوها، بس عشان انا كنت ساقط هندسه بجد والله، ساقط اعدادي هندسه، عشان كده حولت مصاري على طول، بس لسه فاضل عندي شويه بواقي. الاختراع ده يخليني اقدر اعمل موتور زي ما قلت نصا كده، من اول المروحه لحد الطياره. بالظبط. ده معناه ان الطيار بتاعي مستمر، يعني ما بيفصلش. التيار مستمر، بس انا بعمل له كنترول، انا افصله او ازود عدد اللفات بتاعته اللي هي السرعه او اقللها، انا بعمل كنترول كامل عليه. ولما اعمل له سيستم الاوتوميشن الكنترول، هيبقى هو اوتوماتيك بيعمل كنترول بناء على الافعال اللي بتحصل. لو انا بزود السرعه بتاعتي، هو اوتوماتيك بيزود عدد لفات، بقلل السرعه هو اوتوماتيك بيقلل، بيتجاوب معايا بدون ان انا اتدخل بشكل مباشر معاه، وده بيديني كفاءه عاليه جدا. عشان ما مثلا لو بستخدمه كوحده توليد، مش محتاج بقى ان انا اخلي شخص قاعد قدامه عشان يبدا يظبط الباور والاوتبوت بتاعه، لا، هو هيبقى اوتوماتيك بيبدا يزود او يقلل بناء على الحاجه والسحب بتاعنا، اللي هو بدخل له الداتا اوتوماتيك وهو بيبدا يعمل لها بروسيسنج ويعالجها، وبناء عليه بيبدا يولد لي الطاقه، سواء الطاقه الحركيه او الطاقه الكهربائيه اللي انا محتاجها. وعن طريق الذكاء الاصطناعي اللي بتدخله عليه زي ما قلت لي، هنا هيصبح الجهاز او الذكاء الاصطناعي قادر على انه يعمل عمليه تقدير للمواقف المختلفه، ومنها يتم التحكم في حجم الطاقه اللي خارجه منه. بالظبط. يعني هدي مثال بسيط لحضرتك. يعني لو انا ضوء الشمس طبعا طول النهار ما بيبقاش بنفس القوه، بتختلف القوه بتاعته على حسب، فهو اوتوماتيك يزود عدد اللفات. لو انا عايزه مثلا 1000 لفه، وضوء الشمس ما بقاش كافي ان هو يديله ال 1000 لفه، فهو يجي مشغل السيستم الاوتوماتيك الصناعي ان هو يديله البلاصات الضوء اللي تساعده في ان هو يوصل لل 1000 لفه، وهكذا اوتوماتيك بقى من غير ما يكون في عامل بشري هو اللي يقعد يزود وينقص، لا، هو اوتوماتيك بيعمل ده بناء على الحاله اللي هو فيها وبناء على اللي انا محتاجه منه. طيب استمراريه التدفق بتاع الطاقه هتحصل ازاي من غير ما يبقى في عندي بطاريه اخزن فيها؟ يعني لو انا حطيت الابتكار ده او الموتور ده حطيته جوه عربيه، فانا هعرف ازاي العربيه هتمشي ازاي؟ هل هتفضل طول الوقت مستنيه الضوء يبقى داخل، ولا الطاقه هتتخزن في بطاريات ومن ثم اقدر استخدمها في السير؟ الطاقة بتتخزن في وحدة اسمها وحدة سوبر كاباستور، ودي بتبقى أعلى شوية من البطاريات في الكفاءة بتاعتها وفي سرعة التخزين. يعني لو بنتكلم مثلا إن البطارية العادية محتاجة ساعتين عشان تشحن، ده هيبقى محتاج 5 دقايق عشان يشحن. فبالتالي بيشحن بسرعة جدا وبيديني الطاقة بسرعة، استجابته لسحب الطاقة أسرع من استجابة البطارية العادية. فهو سيستم متكامل من أول ما ازاي يستقبل الطاقة لحد ازاي يخرجها وازاي يعمل كنترول وتحكم فيها. طيب. ومرن، يعني مرن في ان انا ازود الطاقة بتاعته او اقللها، ازود حركته او اقللها، استخدمه كموتور او استخدمه كوحدة للتوليد، مرن ان انا استخدمه في استخدامات عديدة. النوع ده من الاسئلة والاجوبة يسموه في بلاد بره فود فور ثوت، غذاء للافكار. أنا بسأل عشان عندي هدف في الآخر، ما أنا برضو لقيم حبتين. إيه هو بقى؟ لا مش هقول لك الهدف دلوقتي، معلش أنا بطول عليك، بس أنا فعلا فرحان بيك فرحة لا توصف. ربنا يخلي حضرتك. قبل ما أسأل السؤال صحيح، وحضرتك اتخرجت من فين يا فندم؟ أنا من كلية هندسة، أنا درست في كلية هندسة خاصة أكاديمية طيبة، وحصلت على منحة لدراسة الماجستير في كلية الهندسة جامعة القاهرة، بالإضافة إن أنا حصلت على منحة للدراسة في أمريكا والدراسة في ألمانيا، أخدت منهم الحاجة العلمية اللي أنا أقدر أحتاجها، ورجعت بقى عشان أفيد بالخبرة دي في مصر، لأن أنا اشتغلت مشروعات دولية، وصلت إن أنا مدير مشروع تطوير البلاد الإفريقية، فكان لازم بعد الخبرة دي بقى أرجع عشان أنقلها للبلد.
لاني لو حضرتك عارف لو إن لو استمريت هناك خلاص الطريق بره هيسرقني من بلدي بمعنى صح، ومش هقدر ارجع افيد البلد بالشكل اللي انا بخطط له وبحلم بيه. يعني انا عايز انقل الخبره، لان انا هدفي مش ان انا اكون بس انا مبتكر، لا، ان انا انقل الخبره عشان يبقى في احسن مني مليون واتنين مليون وتلاته مليون. يعني انا مثال بسيط، السنه اللي فاتت قدرت ان انا ادرب 15,000 طالب مصري على مجال تكنولوجيا الفضاء، ووفرت لهم خبراء دوليين في المجال ده وكان مجانا. فده الدور اللي انا شايفه اكتر من ان انا مبتكر وافيد بابتكارات البلد، لا، بخبرتي انقلها للشباب وللنشأ عشان يبقى في بدل مصطفى مليون واتنين مليون مصطفى. ده الهدف بتاعي. روح يا شيخ اشوف ابني زيك. ربنا يخليك ان شاء الله. عندك كم سنه يا باشمهندس؟ انا 30. ربنا يدي لك الصحه وطولة العمر ونشوفك اكبر من كده. اكمل الاسئله بتاعه فود فور ثوت. قلت لي بقى ان الجهاز اللي حضرتك بتعمله ده بيمكنني ان انا اقدر احتفظ بالطاقه بكفاءه اعلى من البطاريات المعروفه. البطاريات دي بقى احنا خلاص العالم تخطى مساله البطاريه اللد ودخل في البطاريه ليثيوم ايون، ودي بتكنولوجيا اكثر تقدما، دي اللي موجوده في العربيات الكهربائيه المشهوره، صح كده؟ مظبوط. حلو. اللي حضرتك عامله شيء ما مش هعرف اقوله تاني عشان طبعا انا مش عالم، فهو اكثر تقدما من البطاريات اللي بتتحط في العربيات الكهربائيه المشهوره، عارف الرهوان، مش الرهوان التاني، المشهوره. مزبوط. المشهوره اللي معروفه قوي في كل حته دي. مظبوط. انا يعني عايز اقول لحضرتك الطاقه الانتاجيه بتاعته، يعني سرعه 5000 لفه في الدقيقه، دي سرعه عاليه جدا، سرعه يعني على المستوى الحركي والميكانيكي هي مش سرعه عاديه، هي سرعه لتخزين الطاقه احسن من احسن من البطاريات اللي بتتحط في العربيه الامريكاني والعربيه الالماني. بالظبط كده، بالظبط كده. يعني انا عايز اقول لحضرتك الموتور نفسه الاكس بتاعه اللي هو المحور بتاعه طاير على الهواء، فعشان هو طاير في الهواء بيبقى ما فيش احتكاك، فبالتالي سرعته بتبقى اعلى ما يمكن. انا زي ما قلت لحضرتك استخدمت الطاقه الطبيعيه زي الطاقه الضوئيه والطاقه المغناطيسيه لتوليد عدد حاجات، يعني توليد عدد لفات، توليد ان المحور نفسه يكون طاير على الهواء وما فيش اي احتكاك. وانا اتمنى ان يكون في لقاء مع حضرتك واعرض فيه فيديوهات للجهاز عشان الناس تستوعب اكتر الموضوع. يعني الموضوع شيق وممتع جدا ومجال. هو الجهاز ده ضخم؟ ان كلمه كهرومغناطيسيه ده تطبيقاته كبيره جدا سواء في المجال المدني او المجال العسكري. الجهاز ده حجمه ضخم يا باشمهندس؟ لا 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 خالص. قد ايه يعني؟ خالص، يعني هقول لحضرتك لو بنقارن مثلا بخلايا شمسيه لتوليد 1 كيلو واط، الجهاز بتاعي هيبقى 15% من مساحه الخلايا الشمسيه اللي بتولد كيلو واط عشان يولد 10 كيلو واط. قولها لي في حاجه بستخدمها في بيتنا، اي حاجه. هقول لحضرتك تلفزيون، ثلاجه، غساله، يعني قد جهاز قد الثلاجه ممكن يولد مثلا حاجه تكفي فيلا مثلا. اوكي، حلو قوي. عندي بقى سؤال لا انا كنت بسال على الحجم عشان اشوف اذا كان هننفع نيجي الاستوديو ولا هجي لك انا، فانا هجي لك لانه ده حجم لا صعب نعمل له تصريح دخول. انا في عندي نماذج صغيره ممكن نجيبها ونعرضها. يلا بينا ان شاء الله من بكره بعد اذن زملائي يعني والمديرين المسؤولين عن البرنامج. لكن بيقولوا لي حاضر وزمايلي، لسه بقى مستنيين المديرين المسؤولين عندنا يعني رؤساء القناه. بس هرجع هنا على نقطه، الجهاز ده احنا هنبدا نعمل له مصنع هنا في مصر ولا؟ بسال السؤال ده ليه؟ ده الهدف الرئيسي. انا امل حياتي من ساعه ما قالوا عربيه كهرباء، وحضرتك سيدي اللي عارفين العربيات الكهرباء خلاص يعني هي في العالم 2035 اوروبا هتبقى عربيات كهرباء، ما فيش عربيات تانية هتمشي في اوروبا. واحنا الرئيس قال بدل المره 9000 مره احنا لازم نحقق قفزات وبالذات في التصنيع. هل انا كمصر بقى لو عملنا مصنع لهذا الجهاز هقدر اعمل موتورات عربيات كهربائية استنادا الى هذه التكنولوجيا؟ ده واحد. اتنين، هل هبقى محتاج اعمل مصانع لبطاريات العربيات الكهرباء ولا بالجهاز ده اقدر استعيض عن مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية؟ تمام. بالنسبة للسؤال الاول، هو نقدر نصنعه من بكرة لان كل الخامات بتاعته متوفرة في مصر
والسيستم ونظام موجود سهل ان احنا ننفذه، نقدر نشغل بيه زي ما قلت لحضرتك لحد نقدر نعمل منه محركات طيارات، مش بس محركات عربيات او اتوبيسات او حتى قطوره، لا نقدر نعمل منه محركات طيارات كمان. بالنسبه للتوليد لا، هو الطاقه بتاعته في التوليد بتاعه هتساعد مصر ان هي تصدر طاقه لافريقيا والدول الاوروبيه كمان، لان عامل والخرج بتاع الطاقه بتاعته الناتجه كبير جدا. بالنسبه لتنفيذه زي ما قلت لحضرتك هو سهل جدا 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 التنفيذ، الدراسات كلها موجوده، التجارب كلها موجوده، والامكانيات موجوده في مصر حاليا، وده التوجه حاليا في ان الدوله تتجه لمصادر الطاقه الطبيعيه. حضرتك عارف مشاكل الطاقه الصناعيه وشح توفرها حاليا في الفتره الحاليه وفي الفتره القادمه. طيب مش هحتاج اعمل مصنع بطاريات للعربيات الكهرباء لو انا بصنع الجهاز ده؟ مش محتاج ان انا اعمل مصنع، لان هو وحده متكامله، الوحده المتكامله دي بتشمل المحرك نفسه ووحده التوليد ووحده التخزين، فبالتالي انا مش محتاج حاجه خارجيه عن الجهاز، لا هو بيبقى متكامل، حتى وحده الاضاءه الصناعيه والتحكم فيها موجوده جوه الجهاز نفسه. واحجام هذا الجهاز واوزانه تصلح للاستخدامات بتاعه العربيات، الطيارات هتبقى سهله نوعيا لو احنا بنحسبها بالطريقه دي يعني، طبعا اكيد عشان توليد طاقه كبيره هتبقى الطيارات اصعب، لكن من حيث الوزن وحجم هذا الجهاز والقدره التخزينيه بتاعته للطاقه هبقى محتاج حجم صغير قدر الامكان ووزن خفيف قدر الامكان. من اهم مميزات الجهاز ان في مرونه في التصميم، مرونه اللي تخليني اعمله بشكل افقي او بشكل راسي، ان انا استخدم خلايا ضوئيه اقل او خلايا اكثر، ان انا ازود عدد الملفات او ازود قوه المغناطيس. فممكن انا قلت لحضرتك من شويه ان انا ممكن اعمل جهاز بحجم الثلاجه يكفي فيله، لا بالتطبيقات الصحيحه وبالخامات الصح انا ممكن اعمله زي اللابتوب يكفي فيله. فدي في مرونه كبيره جدا في التصميم بتاعه، ودي كانت اهم حاجه ونقطه وانا بعمل الجهاز، ان انا الاقي له طريقه ازاي اعمل مرونه في التصميم بحيث ان هو يتوافق مع كل الاوضاع، يتوافق مع كل الاجهزه، مع كل الاحتياجات اللي انا ممكن استخدمه فيها. والحمد لله قدرت ان انا انجح في ده وقدرت ان انا اطور في ده. عشان كده لما كنت في المسابقه بتاعت كوريا ولما قابلت معالي الدكتور شاكر وزير الكهرباء قالوا جمله واحده اتفقوا عليها الاثنين، ان ده من اهم الافكار في القرن الحالي في مجال توليد الطاقه. والحمد لله اثبتت ده في الجوائز الدوليه اللي خدتها بنفس الجهاز ده في مسابقتين دوليتين من اكبر المسابقات على مستوى العالم. انا هنصحك يا مصطفى بحاجه صغنطوطه. اتفضل يا فندم. مع بعض المتخصصين قوي في مسألة دراسات الجدوى والتأسيس، اعمل دراسة جدوى المصنع لهذا الجهاز، ابدأ فيها من الليلة دي، نصيحة، لأن أنا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى وما ولا يكتر على الله شيء يكون الريس سامعك دلوقتي يا مصطفى. يا رب يا فندم. أصل أنت مش متصور ده لو ينفع يتعمل في إطار إنتاجي يولد الطاقة بسعر منافس عما نعمل عليه حاليا، سواء إذا كنا في مصر أو في حتة تانية، أنا أعتقد الريس هيقول يلا. أنا أتمنى ده وأنا جاهز ومستعد لده. يا رب يكون سامعنا وشايفنا. قادر يا كريم بجد مصطفى، أنا مش عارف أقول لك إيه، بس أنا هأجدد تقديري ليك في نفس إطار الجملة اللي قلتها لك، أشوف ابني زيك يا مصطفى. شكرا جزيلا وإن شاء الله تشوفه أحسن مني. لا يا سيدي ربنا يخليك، لو لحد كده هيبقى ميت فل قوي. أشكرك ألف 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 شكر ليك، وربنا يوفقك أنت وكل الناس اللي بتشتغل بحقيقي بالطريقة دي وبتفكر كده. أنا رحت المهندس مصطفى أوراني عضو المجلس الاستشاري لتطبيقات الفضاء بالأمم المتحدة، المدير التنفيذي لتطوير سكاي لا أو شركة سكاي لا المشروعات والتكنولوجيا المتقدمة، حصل على الجائزة البرونزية في مجال الطاقة. أكتر حاجة عجبتني جنب كل الأسئلة اللي أنا سألتها دي اللي هو قاله، قال أنا خدت الماجستير من جامعة القاهرة وبعدين سافرت أمريكا عملت الدكتوراه بتاعتي.